اليوم عندي حلو جيلو ماربل، المكون الأساسي فيه هذا جيلي بس بنكهة الشوكولات والفانيليا، سهل حلو طبقات. أحتاج هذا طبعا تحصلونه مركز سلطان سيفكو، أنا أخذه مركز سلطان، علبتين بنكهة الشوكولات، علبتين بنكهة الفانيليا، عندي شوكولات هيرشي، عندي اللي هو اسمه كريمة، وعندي هذا الشوكولات اللي أخذه من الجورمي اللي في ركن الذواقة اللي في جامعة الشامية، وعندي نوعين كيك أو نوع واحد، أي نوع تبون، فانيليا تبون، الماربل هو أحلى الماربل، تبون شوكولات اللي تبون. أوكي، سهل سهل، يا هل وايد يحبونه، وممكن تسوونه بماء كبير طبقات أو شو اسمه جلاسات صغار، أنا بسوي بصغار. بالنسبة حق الجيلو، الباكيت الواحد عليه كوبين حليب، مو ماي مثل الجيلي العادي، هذا لا لازم حليب. أوكي، مكتوب عليه أصلا كوبين حليب على الباكيت الواحد. أنا بسوي الحلو فجي هالقلاصات هذيلة، قطعت طبعا الكيك هذا الماربل شرايح 1 سنتي وقصيتهم بالنص وحطيتهم في قاعدة الماعون. الحين نسوي جيلو الشوكليت نحطه، بعدين مرة ثانية كيك، بعدين فانيليا جيلو، بس سلامتكم. شوفوا هذا الحين الجيلو زين، بس شوي يبرد. اوكي، واصبه على الكيك. خلصنا الحين، حطينا الكيك وبعدها طبقة الجيلو مثل ما انتم شايفينها. شوفوها كذي، قلت لكم تبوا تسوونها بماعون كبير ماكو مشكلة تسوونها طبقات، بس احنا نبي كذي هالقلاصات الصغار، وايد اسهل بالتقديم. ننظفهم طبعا الاطراف، نحطهم بالثلاجة ونرد نكمل الطبقات بعدين. عقب ما خلصت الطبقة هذه اللي هي الجيلو بالشوكليت، حطينا بعد كيك. ها شوفوا كذي، الحين نسوي اللي بالفانيليا. انا ما استخدمت العلبتين، استخدمت علبة، العلبة قلنا عليها كوبين حليب. هذه علبة الجيلو مع كوبين الحليب، بسرعة تصك، ريحة خطيرة فانيليا. عندنا طبعا ننطره بس يبرد شوية هذا الجيلو بنكهة الفانيليا ونحطه على الكيك. الحين عقب ما سوينا الجيلو راح نحط الطبقة هذه. أفضل أن هذا الحلو يتسوى قبلها بكم ساعة، يعني وايد أو ليلة كاملة أحلى، أي حلو طبقات أفضل كذي. خلصنا الحين هذه الطبقة، هم راح أرده بالثلاجة. آخر شيء يبقى خلطة الشوكولات اللي هي القناش على آخر شيء. عندي هذا الشوكولات حوالي تقريبا ربع كوب، راح أذوبه بالمايكرويف وأحط عليه نص علبة كريمة، وعقب ما أسكر الطبقة الثانية هذه نصبه عليه، وبعدين نزينه بالهيرشي شوكولات. ذوبته بالمايكرويف، راح أحط عليه حوالي كذي ربع نص علبة، بس إن أبي أحصل على القوام المطلوب شوي. شوفوا الحين كذي، تصير طبقات شكلها حلو. بتسوونها بقلاصات صغار مثل ما أنا سويت، تبون تسوونها بش اسمه ماعون عود بايركس اللي هو أي. ها شوفوا 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 شلون، حتى الشكل حلو وايد حلو، هم يرجع الثلاجة بعد.